حضرتك أستاذ جراحة القلب وأستاذنا طبعا الكبير، ربنا يخليك. وبالأساس حضرتك بالفعل قمت بعدد كبير من العمليات اللي كان فيها نقل قلب. احنا عملت انا وانا في فرنسا، لاني كنت في الفريق اللي بيشتغل في جراحة القلب، في جراحة نقل القلب، وكنت اياميها كنت صغير، فكنت بليه، فانا اللي كنت بروح اجيب اخد القلب، فكنت باخد الطياره الهليكوبتر واروح. مثلا كنت في بلد اسمها رين في غرب فرنسا، كنا بنروح فان مثلا، سمالو، الحتت دي. بس هي وكنا اول ما نيجي بنبقى احنا بتوع القلب بنبدا، وبعد كده بتوع الكبد، وبعدين الكلى، وبعد كده الاعضاء اللي هي مش محتاجه الـ 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 القلب يبقى نابض. وكنا اول ما نقفل الاورطه وحط المحلول اللي هو بيحمي القلب، باخد القلب واتاكد ان هو عشان ما يلفش واحنا بننقله، وبعدين احطه في التلج ونطرع. اول ما اقفل الاورطه ابلغ القسم فياخدوا هما المرحله الثانيه، فيبداوا يفتحوا العيان اللي هناك، ونجري بسرعه ونحط كل الاعضاء اللي ذكرتها دي متاخده من المتوفى ولا من المتبرع؟ ما انا بقى هنا دي نقطه. كان في فتره من الفترات اصلا قلبه وهو حي طبعا. لا، في نوعين من نقل الاعضاء. في اعضاء ما تقدريش تنقليها الا لو القلب نابض، اللي هو القلب، الكبد، الكلى. وفي اعضاء تنقليها بعد ما المريض مات. مثلا اللي بيسموها الهوموجرافت، احنا دلوقتي الاورطه الصاعده مع الامتدادها للصمام المترالي دي بتتاخد. ولما بناخدها كان زمان بنحط دي، معلش، دي بتبقى علاج للمرضى اللي عندهم دي، علشان بنصلح بيها العيوب الخلقيه، بنعيد تخليق مخرج البطين الايمن. بنستخدمها ان ساعات نستبدل بيها الصمامات. انت عارفه مثلا طفل صغير هنغير له الصمام الاورطي، وما عندناش صمام صناعي على احسن حاجه له الهوموجرافت. الناس اللي جالهم التهاب على الصمام احسن حاجه له الهوموجرافت، اللي هو بيتاخد من طيب. من ميت. ده ممكن ففي طريقتين والقلب مش شغال. دي طريقتين. في ممكن يتاخد بناخدهم نحطهم في مضاد حيوي لمده اسبوع او مده اسبوعين، او بيتصنع بقى، بياخدوه وبيحطوه بيسقعوه في النيتروجين السائل لدرجه ناقص 22 عن طريق جهاز، وبيفضل في الجهاز دول وبيتصدر. الامريكان بيبيعوه بحوالي 4,000 دولار. الايرانيين عاملين، الايرانيين وهم ده شعب مسلم شيعي لكن مسلمين، بيعملوه ب 1000 دولار. وهو ده يعني 30% من العيوب الخلقيه محتاجه هوموجرافت. فدول فالهوموجرافت ده بيتاخد في خلال الاربع او خمس ساعات. الكلى برضه يا اما بناخدها والبني ادم والقلب لسه نابض، يا اما بناخدها في خلال الساعه، لكن احسن نتائج بتبقى قبل ما القلب يتوقف. هنا بقى السؤال اللي كان بيجي، تعريف الوفاه. زمان كان يقول لك تعريف الوفاه هو توقف القلب وتوقف النفس وبرود الجسم. هذا التعريف، هل دول هل ده سيكونس يعني؟ ده كان التعريف الوفاه هنا في مصر، توقف القلب والنفس وبرودة الجسم. هذا التعريف قاصر، لأن كل العيانين اللي احنا عملنا لهم قلب مفتوح، أو العيانين ساعات اللي بنشتغل على الأورطة قلبهم كان واقف، قلبهم واقف والنفس واقف وبنسقحهم، يعني كل اللي احنا عاملين لهم دول أموات، ما هم عايشين. فهذا التأخير. وفي النهاية بعد مناقشات وبعد قانون اللي هو القانون بتاع 2010 اتفقنا أن الوفاة هي وفاة جذع المخ. انا هقول لك ايام زمان لما انا كنت في برنامج نقل القلب في فرنسا كانوا بيعملوا ايه. في هيئه قوميه اسمها الهيئه القوميه لنقل الاعضاء، الهيئه القوميه الفرنسيه لنقل الاعضاء، وفي هيئه قوميه بريطانيه، وفي هيئه قوميه اوروبيه، وفي هيئه قوميه امريكانيه. والهيئه دي شغاله بالكمبيوتر. الناس اللي محتاجين نقل اعضاء حسب العضو محطوطين على قوائم انتظار بالكمبيوتر، ما فيهاش لا وساطه ولا محسوبيه. واي حته بيحصل فيها واحد بيحصل له وفاه جذع المخ بيحدد مكانه فين، ثم تحدد الوفاه. اللي بيحدد الوفاه 3 من الاطباء من خارج اي فريق طبي هيشتغل في ايه؟ عشان يضمنوا الحياديه بالظبط. وبعدين
في ايام كنا بنعمل رسم مخ، فلو طلع ان في رسم المخ المخ رسم فلات, فلات اياميها الدنيا اتغيرت دلوقتي، بنستنى 4 ساعات وبنعمل رسم مخ تاني لقيناها برضو فلات. اياميها بقى كمان كان زياده الاحتياط، عارفه انت لما بتلاقي كلب ميت في الشارع مش بتلاقي اتنفخ، فالمخ لما بيموت بيحصل له حاجه اسمها برين إديما، المخ بيتنفخ. فبنحقن في الشريان السباتي في الكاروتيد اللي هنا بنحقن ماده راديو اكتف وناخد اشعه، لو الماده دي ما طلعتش في المخ يبقى فعلا القلب ده المخ ده متمدد وفي وفاه وبتحدد الوفاه. في الحاله دي احنا صناعيا بيكون العيان على جهاز التنفس. انا كنت عايز اسال حضرتك، هو في الاربع خمس ساعات دي ما بيبقاش عندي اعضاء تلفت؟ لا، ما هو احنا القلب بيبقى شغال وبنحط العيان على جهاز التنفس وبندي ادويه تحافظ على على القلب. بتحتاجوا ترجعوا تاخدوا موافقه يا فندم من اهل المريض ده في الهيئات في القانون الفرنساوي اياميها في القانون الفرنسي. الست سيمون فايل دي لما كانت وزير الصحة الحقيقة عملت قوانين كتيرة، وفي من ضمن القوانين اللي عملتها ان لما انت تخشي المستشفى وما عندك ده كلام ده في القانون الفرنسي وما عندكيش ورقة بتقول ان انا لا تأخذ اعضائي، فمن حق المستشفى انها تاخد العضو. ده القانون ده. لا معلش تاني يا دكتور، يعني انت يعني لما بتخش موافقه ضمنيه يعني يعني لما بتخش المستشفى بيدوكي ورقه انك انت بس بتبقى مكتوبه صغير، ما هو برضه دبلوماسيه، بتبقى مكتوبه صغير ان انت لو توفيت لو انت ما كتبتش ورقه ان انا ارفض اخذ اعضائي من حق المستشفى انها تاخذ الاعضاء. يعني هو هناك الطبيعي ان هم ياخذوا اعضاء الميت، اللي مش طبيعي ان هو يكتب يقول لا ما حدش ياخد اعضائي، صح؟ الاهم بقى من هنا اللي انا عايز اقوله لحضرتك، ده في كل القوانين الاجنبيه بره، ده انا بقول لك على القانون الفرنساوي اللي انا عاصرته. النقطه بقى المهمه اللي لازم نفهمها علشان الناس بتتكلم، يعني انا لاحظت ان في التقرير اللي حضرتك قدمتيه دلوقتي اللي كتب التقرير ده خريج تجاره انجليش، لانه مش 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 هقول لحضرتك ليه ليه خليك تجاره انجليزي؟ يعني في يعني يعني بيتكلم يعني يقول لك هنعمل بنك والبنك فيه اعضاء، هو في حد هيخلي القلب ولا الكبد ولا الكلى؟ الكلام اللي عندنا يا فندم. لا ما انا عارف، بس هو الطريقه اللي اتقالت بيها انه هيعمل بنك والبنك ده هيبقى فيه اعضاء، لا هي ما تجيش كده، مش هتنفع كده. طب ما هي ربما الدوله اشارت لحاجه زي كده. لا ما انا هقول لحضرتك، هو اصل هي ما بتجيش كده بالظبط، لكن هقول لحضرتك فنقل الاعضاء ده له ثلاث برنامج نقل الأعضاء في أي بلد من البلدان له ثلاث فوائد كتير. الفائدة الأولانية إن وجود نقل أعضاء، برنامج نقل أعضاء بروتوكول، هو جزء لا يتجزأ من التقدم العلمي لهذا البلد. هو بيحسن البنية الأساسية في المستشفى اللي بيتعمل فيها نقل الأعضاء. ليه؟ لأنه بيحسن الانفكشن كنترول، الرقابة على العدوى، بيحسن البنية الأساسية بتاعت المستشفى، بيحسن المعامل بتاعت المستشفى، بيحسن معامل الباثولوجي بتاعت المستشفى، بيحسن أساطر المستشفى إلى آخره. فبيحسن المستشفى. الحاجة التانية إن المستشفيات اللي بيبقى فيها الأجسام اللي هي الناس اللي هم حصل فيهم وزيات جزء المخ، مثلا إحنا يعني مثلا أنا لما كنت أيام ما كنت بقول حاجة في فرنسا كنت بروح مستشفى فاندي مثلا زي سيدة أبو طرطوش هنا كده، ف يعني ما هياش مستشفيات كبيرة، لكن وجود برنامج نقل قلب بيخلي هذا المستشفى الصغير اللي موجود مستواه العلمي بيرتفع، لانهم بيعرفوا يحافظوا على الجسم ازاي، عندهم جهاز تنفس ازاي. طيب عندهم بس جهاز كل دي بس دي نقطه مهمه، انا هكمل حاجه بس اقول لحضرتك حاجه ثالثه، كل دي نقاط ظاهريه من بره برضو ما دخلتش على صحه المريض نفسه وعلى حق المتوفى. انا دي واحد. الحاجه الثالثه ان هو بتحسن العلوم الطبيه الاساسيه بتاعه القرن القادم اللي هو البيولوجيا الجزيئيه والهندسه الوراثيه والمناعه. طيب الشق العلمي برضه، بس ممكن اخد تعقيب من الاستاذ ميشيل بعد اذنك. انا بس هقول كلمه صغيره بس عشان اخدها. هم دي نقطه مهمه جدا في تحسين المنظومه الصحيه وجزء من الابحاث اللي بيتطور فيها الطب. الحاجه الاخيره انه عدد الناس اللي محتاجين اعضاء كتير ومتزايد. احنا لما بنتكلم عن التامين الصحي الشامل بنقول لازم نعمل وقايه. الوقاية عشان نقلل عدد الناس اللي محتاجين. يعني أنا النهاردة الصبح كلمني زميل وهو أستاذ جامعي وطبيب وبيقول لي أنا جالي فشل كلوي وعمال أغسل وحياتي واقفة والعملية صعبة جدا وبنور على نقل كلى
ومفيش مراتي وعيالي ولا واحد طلع ينفع لي. فلازم ادور على كده. فاللي هياخد الكده ده انا هديله فلوس، بس مش هديله فلوس شراء، لا ده انا هديله فلوس مقابل الكام يوم اللي هيقعدهم في البيت. القانون حرم ده وغرم ده، ما هي ده يعتبر دي جريمه، ده دخل في تجاره الاعضاء. طبعا دخل في تجاره الاعضاء ان يكون الموضوع. حتى القانون توسع في ذلك، القانون 5/2010 توسع في ذلك الامر، قال انه من باب التجريم فيه ان يكون التبرع بمقابل مادي، او حتى مش شرط يكون بمقابل مادي، بهدايا ولتكن عينيه. فحتى مجرد العرض او الطلب في هذا الموضوع مش شرط يكون المقابل المادي صريح، بمجرد هدايا عينيه ده جرمه القانون. بس في واقع الامر بقى، ما هو انت انا بس في حاجه يا دكتور، انا بعد اذنك استاذ منى كنت عايز اناقشها مع الدكتور. اتفضلي يا فندم اتفضلي. هو فيما يخص وفاة جذع المخ، هل هي المقصود بيها ان يكون الشخص منتهي اكلينيكيا؟ بيكون ميت خلاص، منتهي اكلينيكيا ميت. يعني يمكن دفنه يا فندم؟ لا ثواني بس، هو يعني لو شلت الاجهزه قلبه هيقف. جميل، هي دي السؤال بقى هنا.